السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل قبل منا اليسير من العمل، وتجاوز عنا في الكثير من الزلل، وكشف عنا الخطب الجلل. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وصحبه وآله ومن سار على دربه واقتفى. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر الصائمين، أيها الصوام القوام، ماذا تطلبون؟ ماذا تريدون؟ لماذا أتعبتم أنفسكم؟ لماذا حرمتم أنفسكم من شهواتكم، من لذاتكم؟ لماذا بذلتم كل هذه الجهود؟ ما هو الهدف؟ ماذا تطلبون من كل هذا؟ حتى إذا انتهى الشهر وجاء يوم العيد وأردتم أن تفرحوا بما فعلتم، فما هو معيار نجاحكم فيه؟ ما هو دليل استفادتكم من كل هذا الجهد الذي تبذلونه؟ إذا غابت عنكم الغاية فلن تعرفوا بماذا تفرحون. يحكى أن أحد الناس كان تائها في البرية، تائها في الصحراء، يتخبط ذات اليمين وذات الشمال، وبينما هو كذلك إذ وقف على مفترق طرق، طريق اليمين وطريق اليسار وطريق للأمام وطريق إلى الخلف، فاحتار في أي طريق يسلك، فوجد على جانب الطريق شيخا كبيرا تظهر عليه علامات الحكمة والتجربة، فاتجه إليه وسأله: يا عم، في أي طريق أسير؟ قال: إلى أين تريد أن تذهب؟ قال: لا أدري. قال: فاسلك أي طريق، فإنك لن تصل إلى غاية. إذا كنت لا تعرف ما هو المطلوب منك وإلى أين تتجه، فإنك لن تصل إلى شيء. طيب، ما هو المطلوب؟ ما هو الغرض من هذا الشهر، من هذا الصيام؟ لقد حدد الله تعالى لنا الغاية، فقال: يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم للترجي، قد تقتربون من أهل التقوى، قد تصلون إلى هذا المقام الرفيع. أتدرون من هم أهل التقوى وما مقامهم عند الله تعالى؟ إن الله تعالى إنما أعد جنته لهم، فجنته أعدت للمتقين. هم الذين يستفيدون من هذا الوحي العظيم، هم أهل الرجاء، هم أهل القبول عند الله تعالى، هم الأولياء، هم الذين يرفع الله تعالى عنهم الحرج ويقبل منهم العمل ويضاعف لهم الحسنات. هم أولياء الله، أهل الله وخاصته. هل تريد أن تلحق بهذا الركب؟ لقد شرع الصيام من أجل هذا. طيب، كيف أعرف أنني أصبحت من المتقين؟ من هم هؤلاء المتقون؟ ما علاماتهم؟ كيف يمكن للإنسان أن يعرف أنه لعله اقترب أو ما زال بعيدا عنهم؟ ما هو المطلوب منه؟ من الذي يمكن أن يحكم عليه؟ من هم هؤلاء المتقين؟ هل هم أئمة المساجد؟ هل هم أولئك العباد أو الزهاد؟ هل هم بقايا الرهبان في الزوايا والأركان؟ من هم؟ إن لله تعالى أتقياء، أنقياء، أخفياء، لا يعلمهم إلا هو، لو أقسموا عليه لأبروه. كيف نلحق بهذا الركب؟ ما هي المعايير التي إذا جاء آخر الشهر أقول: الحمد لله، هذا واحد موجود فيني، اثنين موجود، ثلاثة لا عندي فيه ضعف، أربعة موجود، خمسة موجود؟ أين أجد هذه المعايير؟ تجد معايير التحاقك بهذا الركب في كتاب الله تعالى. افتح المصحف، أول سورة بعد الفاتحة تأتيك بعض صفات المتقين. قال سبحانه: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ننتقل، نقلب الصفحات إلى آل عمران، نجد أيضا هناك مجموعة من الصفات أعدت للمتقين الذين ينفقون. تكررت صفة النفقة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهكذا، كلما أبحرت في كتاب الله
تجلت لك صفات المتقين. لكن دعونا نقف مع هذه الصفات العشر بما يتسع له الوقت. نجد في أول الصفات كم هائل من الإيمان واليقين. فأهل التقوى بنوا علاقتهم مع الله تعالى على أساس راسخ، يؤمنون، آمنوا، موقنين، يوقنون. فهناك كم هائل من الإيمان واليقين بنى عليه أهل التقوى علاقتهم مع الله تعالى. فقد نجاهم الله تعالى من وحل الإلحاد، وسلمهم من أمواج الشك، ونجاهم عز وجل من عواصف الظنون والتردد. علاقتهم مع الله تعالى مبنية على الإيمان، على الجزم، على اليقين، على القطع، على عدم التردد. ويؤمنون بأصعب الأشياء. قال سبحانه في أول صفاتهم: يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما لا يشاهدون ولا يسمعون ولا يحسون، لا يدركونه بحواسهم، ومع ذلك يؤمنون به، يؤمنون به، ويجزمون أن هناك عوالم أخرى خفية لا يدركها إلا الله. البشرية إلا ما أصاب المتأخرين من لوثة الإلحاد والمادية، البشرية بمجملها جازمة تماماً أن هناك عوالم خفية لم تصل إليها ولم تدركها، حاولت من أول الزمان الوصول إليها، حاولت اختراق حاجز الغيب، حاولت أن تتطاول عليه بحدسها، بظنونها، بعقولها. وأمضى عباقرة البشر وفلاسفة الإنسانية أمضوا جهودا جبارة في الوصول إلى ذلك الغيب، لكنهم لم يصلوا إلا إلى الخرص والتخمين والظنون والشك والأساطير. أما أهل الإيمان، أهل التقوى، فهم يؤمنون بالغيب ويسلمون به، وهذا الإيمان يزيدهم حبا بالله تعالى وتعلقا به. فمع ضخامة هذا الكون المحسوس، ومع تباعد أطرافه، ومع عظمة الخلق فيه، إلا أنهم يوقنون تماما أنه ليس كل خلق الله، وأن خلق الله تعالى أعظم وعلمه أوسع، فيزيدهم هذا حبا بالله تعالى وتعلقا به وتوكلا عليه وتعظيما له. يظهر أثر الإيمان عليهم فتتسع صدورهم وتنشرح نفوسهم وتطمئن قلوبهم وتنزل السكينة عليهم، لأنهم متصلين بصاحب الغيب سبحانه وتعالى، متوكلين عليه، عابدين له. فأثر الإيمان بالغيب باد عليهم، باد على مشاعرهم، باد على سلوكياتهم، باد على عقائدهم، على عقولهم، فهم أوسع الناس أفق. أول صفة للمتقين أنهم يؤمنون بالغيب. ثم يظهر آثار هذا الإيمان عليهم، فيقول سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فهم يحبون دائما أن تبقى علاقتهم بالله متصلة غير منقطعة، يحبون الصلاة ويقيمونها كما يحب الله تعالى عندما يقومون فيها، بأركانها، بشروطها، بواجباتها، بما استطاعوا من سننها، بلبها، بروحها، بحقيقتها، بخشوعها. يقدرون هذا الموقف العظيم الذي يتصلون فيه برب العالمين عز وجل، فيحبون هذه الصلاة. الصلاة عندهم ركن أساسي في حياتهم، في دينهم، في يومهم، في مشاعرهم، في علاقتهم بالله عز وجل، لا يستغنون عنها أبدا. بل وصل الأمر ببعض الصالحين والمتقين أنه يحكي عن نفسه أنه إذا خرج من الصلاة، أو أن الصالحين وأهل التقوى إذا خرجوا من الصلاة فهم مثل السمك إذا أخرج من الماء، ينتظرون بسرعة أن يعودوا إليها. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا سمع النداء وثب شوقا للصلاة وحبا لها. وأنت عربي تعرف الفرق بين قام ووثب، وثب شوقا للصلاة وتعلقا بها وحبا إليها. لذلك قلوب أهل التقوى معلقة بالمساجد حيث تقام الصلاة وحيث يصطف المصلون، وينتقلون من صلاة إلى صلاة، يقيمون الصلاة. ثم قال سبحانه وتعالى في المعيار الثالث لأهل التقوى والصفة الثالثة: ومما رزقناهم ينفقون. فهم ينفقون. وتأمل عبارة القرآن وروعة البيان فيه، قال: مما رزقناهم.
فنحن الذين رزقناهم، نحن الذين أعطيناهم، ليس بجهدهم ولا بذكائهم ولا بعضلاتهم وقدراتهم ولا بالأسباب التي بذلوها رغم أنهم مطالبون بها، لا، نحن الذين رزقناهم. ومع أننا نحن الذين رزقناهم قلنا لهم تقربوا إلينا بما أعطيناكم، نرضى عنكم ونبارك لكم ونزكي أرواحكم وأموالكم ونضاعف حسناتكم ونخلف عليكم خيرا مما بذلتم. أي كرم تعلق به أهل التقوى! لقد أدرك أهل التقوى سر المال، سر المال أدركه أهل التقوى. حاولت البشرية أن تدرك سر المال واجتهدت في البحث ما هو سر المال، ما هو سر المال، حتى أدركه بعض أهل هذا الزمان وكتبوه وألفوه ونشروه. تدرون ما هو سر المال؟ سر المال يكمن في إنفاقه، سر المال يكمن في إنفاقه، ليس في جمعه ولا في ادخاره، لا. أنت لا تملك المال على الحقيقة حتى تنفقه، أما قبل أن تنفقه فهو الذي يملكك، هو الذي يسيطر عليك. تصوروا لو أن لكل واحد منكم ملء هذا المسجد من الدولارات أو الجنيهات أو الريالات إلى سقف المسجد، مليارات الدولارات، وهو يحرسها ويحميها ويقيم الحرس والجنود على أبوابه ويضع الكاميرات للمراقبة حتى لا يخرج منها ريال، وبقي على هذا الحال حتى مات، هل هو مالك لهذا المال؟ هل هو مالك له؟ متى يبدأ يحس أنه ملك المال؟ عندما ينفقه. قال ومما رزقناهم ينفقون. أهل التقوى أدركوا هذا السر منذ زمن طويل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد مجالسه مع أصحابه سألهم، ينبههم إلى هذا الأمر، قال لهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ سؤال مطروح عليكم، الإجابة ستكون أكيد كما أجاب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قالوا يا رسول الله ما منا إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، المال عديل الروح، مالي أنا أحب إلي من مال أولادي وورثتي. فقال عليه الصلاة والسلام فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. مو بمالك، مالا مما رزقناهم ينفقون ليس مالا لك، هذا مال ورثتك، ليس ملكا لك، أنت الذي مملوك له. يقول سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، فهذا القرآن يؤمنون به، يصدقون به، يجزمون بأنه أنزل من عند الله تعالى، لا يترددون في ذلك، لذلك هم يحبونه، يتعلقون به. فإن المحب على الحقيقة يحب كلام حبيبه، يحب أن يستمع إليه، يحب أن ينصت إليه، يتلذذ، يشتاق، يجد الراحة والأنس، يجد الهداية والدلالة والإرشاد في هذا القرآن العظيم، فيؤمن به جازما مصدقا له، ينتظر الهداية منه والأمر ليعيشه في حياته واقعا. لذلك ترى أهل التقوى كالمصاحف تمشي على الأرض، كما كان وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نحن أهل الإسلام أوسع الناس أفق وأقل الناس تعصب، التعصب في غيرنا وليس فينا، نعم اليهود يتعصبون، النصارى يتعصبون، لكن نحن أهل الإسلام لا نتعصب، نحن نؤمن بكل ما أنزل إلينا وبكل ما أنزل من قبلنا من الحق، نصدق به لا نتردد فيه. فإذا ثبت عندنا أن الله تعالى أنزله في التوراة أو الإنجيل فنحن نؤمن به، أما أهل التوراة والإنجيل فلا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا بما أنزل عليه. فمن المتعصب؟ من المنغلق على نفسه؟ لذلك لما أسلم أحد النصارى وفقه الله وهداه لهذا الدين ألف كتابا جميلا وكتب في عنوانه كسبت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولم أخسر المسيح، آمنت بهم كلهم، كسبت الجميع. أما غيري المنغلق المتعصب هو الذي
اكتفى بنبي واحد ولم يؤمن ببقية الأنبياء، بينما لو سألته عن حجة إيمانه بنبيه لذكر لك حججا هي أضعف من حجة إيمانه بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالدلائل والبراهين والأدلة كثيرة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر من الأدلة والبراهين على نبوة كل الأنبياء السابقين. لذلك أهل الإيمان واليقين، أهل التقوى، يؤمنون بما أنزل عليك وإليك ويؤمنون بما أنزل من قبلك، قال سبحانه وبالآخرة هم يوقنون. فهم يوقنون جزما أنه سيأتي يوما يقفون فيه بين يدي الله تعالى فيسألهم فيه ويحاسبهم فيه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يؤمنون جزما، يؤثر هذا الإيمان على حياتهم، هذا يقين راسخ في نفوسهم. لذلك من أهم المعايير التي يعيشون بها في حياتهم، إذا اختلطت عليهم الأمور أو التبست أو احتاروا يقدمون أو يحجمون، يفعلون أو يتركون، ما هو ميزان الترجيح بالنسبة لهم؟ بالآخرة هم يوقنون. يسألون أنفسهم سؤالا، هؤلاء المتقين يقولون لأنفسهم: هل هذا الأمر يضرني في الآخرة؟ إذا كان يضرني في الآخرة خلاص. هذا معنى وبالآخرة هم يوقنون، فهم يستحضرونها في كل تصرف، ليست معلومات، ليست ثقافة عامة، لا، يقين، ميزان، معيار يحتكمون إليه في كل ما يأتون ويذرون. ثم يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: الذين ينفقون في السراء والضراء. سبحان الله، لأن البعض عندما نتكلم عن النفقة يظن أنها إيش؟ محصورة في الأغنياء، أهل المليارات، أهل الملايين، أهل الأرصدة الممتلئة. لا، أهل التقوى ينفقون دائما في السراء، السراء لا تطغيهم وتنسيهم، والضراء لا تشغلهم وتضجرهم وتلهيهم، لا، هم دائم النفقة. هذا معيار أثر التقوى عليهم، أنهم دائم النفقة. الدليل أنك أصبحت من المتقين وأنك التحقت بهذا الركب أنك دائم النفقة، لا تتوقف في السراء والضراء. لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أهل التقوى تجدهم دائم النفقة، يخرجون مما لديهم من القليل أو الكثير، مما رزقناهم ينفقون. وهذه من رحمة الله تعالى وروعة الخطاب القرآني، أنه لم يقل ينفقون ما رزقناهم، قال مما رزقناهم، يعني ينفقون شيئا منه ويستبقون شيئا، يصلحون به أحوالهم ويستغنون به عن الناس، لكنهم لا يتوقفون عن النفقة. عائشة رضي الله تعالى عنها طرقت بابها امرأة ومعها بنتان صغيرتان، مرت عليهم فترة طويلة لم يذوقوا شيئا، إلى أين يتجهون؟ أي باب يطرقون؟ إذا لم يطرقوا باب سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون المساعدة منه، إلى أين يتجهون؟ ذهبت المرأة مع ابنتيها الصغيرتين وطرقت باب بيت النبوة، باب عائشة رضي الله تعالى عنها، باب الملك، ملك الدولة صلى الله عليه وآله وسلم، باب رئيس الجيش وقائده صلى الله عليه وآله وسلم، باب قاضي المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم، باب المعلم، باب الأستاذ، باب الأب الرحيم، باب النبي الكريم، يطرقون بابه يطلبون المساعدة. فخرجت عائشة فإذا بالمرأة مع ابنتيها، قالت: انتظري قليلا. فذهبت تقلب في البيت يمين يسار، ترفع هذا تضع هذا، تفتش تبحث عن أي شيء، أي شيء قليل أو كثير. ينفقون في السراء والضراء، هذا حال أهل التقوى. فلم تجد في بيت سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة تمرات. ثلاث تمرات، هل ترددت عائشة وقالت: أستبقيها لنفسي، أبقيها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنني أنفق في السراء والضراء؟ فأخذت الثلاث تمرات الموجودة في بيت سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وذهبت بها إلى المرأة فأعطتها إياه، هذا كل الموجود.
فأخذت المرأة التمرات الثلاث وأعطت كل واحدة من بناتها تمرة، ثم أرادت أن تضع التمرة الثالثة في فمها، لكن بناتها من شدة الجوع أسرعوا إلى التمرات فابتلعوها، لم يمضغوها بل ابتلعوها من شدة الجوع، ثم أخذوا ينظرون إلى التمرة التي في يد أمهم. فلما رأت هذه النظرات وما فيها من رسائل الجوع والطلب أخذت التمرة فشقتها نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، بالقليل. المهم أنك إذا أردت أن تعرف هل أنت استفدت من درس الصيام ولحقت بالمتقين، ننظر في نفسك، انظر إلى نفسك في جانب النفقة. إذا أنت تنفق من القليل والكثير، الله عز وجل من كرمه يقبل القليل والكثير، بل رب درهم سبق 100,000 درهم بسبب نية صالحة لصاحبه، نية مخلصة أراد بها أن يتعبد الله تعالى. فلا تحتقر قليلا ولا كثيرا. ينفقون في السراء والضراء. ثم قال سبحانه وتعالى عن بقية صفات المتقين الذين يخالطون الناس ويعيشون معهم ويتقلبون في نواحي الأرض ويتعرضون كما يتعرض غيرهم للأذى من أصناف من الخلق، لأنه كما ذكر بعض أهل العلم أن بعض الناس مثل الحيات والعقارب، لا يقر لهم قرار ولا يرتاح لهم ضمير حتى ينفثوا سمومهم في الآخرين، فيلدغون هذا ويقرصون هذا ويسيئون إلى هذا، موجود هذا. وأهل التقوى يتعرضون للأذى من أمثال هؤلاء، فما هو موقفهم منهم؟ يقول سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ. فإذا تعرضوا للأذى، الفرق بين أهل التقوى وغيرهم أن أهل التقوى لا يتعاملون مع الناس بردود الأفعال، إن ظلمتني أظلمك، سبيتني أسبك، شتمتني أشتمك، لا، يتعاملون مع الناس بميزان التقوى. يقول أحدهم لما أساء إليه بعض الجهلة قال يا أخي إنا لا نجد في من عصى الله فينا إلا أن نتقي الله فيه. كل يتعامل بطبعه، قل كل يعمل على شاكلته، أنت عصيت الله في، أنا سأتقي الله فيك. يقول والكاظمين الغيظ، يكظمون الغيظ، لا يبدونه، لا يظهرونه، مع سيطرتهم، مع قدرتهم على إبدائه وإظهاره، وقد يكونون في الموقف الأقوى، لكنهم يعرفون أن الشديد ليس بالسرعة، القوي هو الذي يكظم الغيظ، هو الذي يسيطر على المشاعر، هو الذي يتحكم في ردود أفعاله، يمضيها أو يبقيها لكنه لا يخضع لها، ولا يستفزك الذين لا يوقنون. فهو غير قابل للاستفزاز، غير قابل للاستفزاز، لأنه يعامل الله تعالى ويرجو ما عنده ويوقن بموعوده وبالوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، فيكظم الغيظ. هذا أحد أبرز دروس الصيام. فإذا كان صوم يوم أحدكم فسابه أحد أو شتمه، شف سابه، لم يقل سبه، سابه وبالغ في سبه وكرر وأعاد وحاول أن يستفزه، قال سابه أو شتمه، فليقل إني امرؤ صائم. كاظمين الغيظ، وهم لا يجعلون من قلوبهم مقابر للغيظ والحقد، بل يسارعون إلى تفريغها. لقد امتلأت بحب الله والإيمان به واليقين، فليس فيها مجال لجمع الأحقاد والضغائن على الخلق، لذلك قال سبحانه والعافين عن الناس. فهم سرعان ما يعفون ويسامحون ويتجاوزون، لأنهم من يقينهم أن من عفا وأصلح فأجره على الله، فهم يعاملون الله ويطلبون ما عنده ولا يتوقفون عند هذا الحد، والله يحب المحسنين، فهم دائم الإحسان حتى مع من أساء إليه. الصفة العاشرة الأخيرة العجيبة يقول سبحانه وتعالى فيها وهو يتحدث عن من؟ عن المتقين. يقول والذين إذا فعلوا فاحشة، سبحان الله، أو ظلموا أنفسهم، من هؤلاء؟ المتقين. فعلوا فاحشة، المتقين يفعلون الفاحشة ويظلمون أنفسهم. التصور العام في أذهان كثير من الناس أن الأولياء الصالحين هؤلاء بعيدين
عن الأخطاء، بعيدين عن الوقوع في الفواحش، بعيدين عن الوقوع في المعاصي. هذا خيال، هذا تصور مثالي لم يتعبدنا الله تعالى به. كل بني آدم خطاء، والعصمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، العصمة ليست شرطا في الولاية، لا، هذه رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذه يمكن لشخص أن يبقى معتكفا في صومعته لا يخالط الناس ولا يعاشرهم، يمكن أن يسلم من بعض الذنوب والخطايا، لكن أهل التقوى لا، يعيشون حياتهم مع الناس، يختلطون بهم، يصبرون على أذاهم، يكظمون غيظهم، يعفون عنهم، يحسنون إليهم، وهم كغيرهم من البشر يضعفون، تسيطر عليهم أحيانا شهواتهم، يدفعهم رفقاء السوء للوقوع في الخطيئة، لكنهم لا يتزينون بها، لا يتشهون بها، لا يبالغون فيها، لا يعلنونها، لا. فهم ما داموا بهذا الوصف فهم ما زالوا في دائرة المتقين ولم يخرجوا منها، لكن بشرط واحد. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذا الفرق بينهم وبين غيرهم. إذا زلت بهم القدم، إذا غلبت عليهم الغفلة، إذا استدرجهم الشيطان ورفقاء السوء ووقعوا في الفاحشة أو ظلموا أنفسهم ثم أفاقوا من سكرتها ومن غيبوبتهم ذكروا الله، ذكروا اطلاع الله تعالى عليهم، ذكروا قدرة الله عليهم، ذكروا ستر الله عليهم، ذكروا إمهال الله لهم، ذكروا أن أبوابه مفتوحة للتائبين الآيبين. فما أن ذكروا هذه الأشياء حتى استفاقوا فاستغفروا ربه، استغفر الله، كيف بدر مني مثل هذا الشيء، كيف وقعت، كيف فعلت مثل هذا الأمر. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال واحد منهم، يقول: أذنب عبد ذنبا فاستغفر، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت له. ثم أذنب ثانية فاستغفر، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت له. ثم أذنب ثالثة فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت له. اذهب فافعل ما شئت فقد غفرت لك. ما دامت هذه صفتك، ما دام هذا حالك، كلما أذنبت تبت، كلما أخطأت أنبت، كلما خالفت صححت، فإن حبلك مع الله تعالى متصل غير منفصل، وما زلت في دائرة المتقين الذين يحبهم الله وأعد لهم جنته ويقبل منهم عملهم ودعاءهم ويرفع الحرج عنهم ويكفر سيئاتهم ويرفع درجاتهم، ما زلت في دائرته. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قد يقول البعض: إيه هذا، أنت تجرئ الناس على المعصية. لا لا، المتقين لا يفكرون بهذه الطريقة، المتقون لا يختارون المعصية ولا يبحثون عنها ولا يتطلبونها ولا يتشهون بها، لكن تزل بهم القدم، هم بشر يقعون في الخطأ، لا يمكن أن يسلموا منه. إن الله تعالى له حكمة عظيمة في إيقاع العباد في الذنوب والمعاصي، يقبلون عليه وقد انكسرت قلوبهم وامتلأوا خجلا منه وحياء عز وجل، يدخلون عليه دخول العبيد على الملك، لا يدخلون عليه دخول المعجبين المعصومين الذين لا يعصون فيعجبون بأعمالهم، لا، تنكسر نفوسهم، تخضع، يخافون من ربهم بسبب خطاياهم وذنوبهم. ففي تقدير الذنوب على الخلق حكم عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. ليست هذه دعوة للذنوب، وليس بهذه الطريقة يفكر أهل التقوى، لكنهم إذا وقعوا فيها أو عرضت لهم فهذا هو مخرجهم منها. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه عشرة معايير، إذا جاء آخر الشهر
اسأل نفسك كم معيار من هذه المعايير، كم صفة حققت؟ إذن لعلكم تتقون قد اقتربت منها وتحقق المراد مني ووصلت إلى الهدف المنشود. أما غير هذا الله لا يخيب سعينا، فليس لك من صيامك إلا الجوع والعطش، وليس لك من قيامك إلا التعب والنصب. أسأله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاءنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك، حب العمل الذي يقربنا إلى محبتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.